مرحبا. واضح انا رحمة رياض، فنانة عراقية، يعني نقدر نقول مغنية. انا المشتركة الوحيدة من برامج الهواة اللي نزلت سنجل واخذت 100 مليون. So I'm lucky. أعتقد الناس أو الجمهور اللي قاعد يشوفني يعرف، بس للي ما يعرف، أنا شاركت في برنامج سوبر ستار وستار أكاديمي. ستار أكاديمي كنت الثانية، طلعت يعني بقيت للفاينل. قليلة تشوفوا عراقية في برنامج مثل ستار أكاديمي، يعتبر بمجتمعنا العربي وخصوصا العراقي انه برنامج شوي جريء. حاولت اني اكون مختلفة لاني شخص طموح. هذا لا يعني اني اذا طموحة الغي عاداتي وتقاليدي. اغلبهم كانوا ناجحين، تعدوا فوق 10 مليون، بس كانت الانطلاقة الحقيقية هي أغنية وعد مني اللي تعدت 100 مليون. أريد الله يسامحني لأن أذيت نفسي هواي، وعد مني.